18 فبراير في اجتماع وزاري مشترك في قصر الحكومة تحت إشراف سيد الوزير الأول بحضور بمعية وزير الصناعة، وزير الفلاحة، وزير التجارة، وبالطبع وزير المالية. رانا ندير الاجتماع هذا اللي يحدد الحجم والمواد. أنا نيباس نيوس لو كوتا يتاريتي بار لو بريمي مينيستر. إي على الانتيريور دو كوتا يورا دي ليسونس proportionnellement aux capacités d'importation des uns et des autres et de la qualité d'importation. Mais les quotas sont arrêtés par M. le Premier ministre. Bon, c'est le premier contact. Premier contact. Bon, bah, tu fais des témoignages jihawiyya, tu fais des témoignages. Comme je l'ai dit, Inch'Allah, pour nous préparer avec nous, Ramadan. Pour Ramadan, il faut, Inch'Allah, يعني بدون تذبذب لا في التموين ولا في الاسعار ولا في هذه، ونحاربوا مع بعض الاحتكار، نحاربوا مع بعض المضاربه، نحارب، لان اساس كل اقتصاد هي المواطن.